السلام عليكم. في المحاضرة هاي إن شاء الله راح نبدأ بالإنزيمز. راح نبدأ إن شاء الله بالإنترودكشن، إيش يعني إنزيمز وكيف يشتغلوا، إيش الكونسبت تبع الإنزيمز والإنزيماتيك رياكشنز. بعدين نتكلم على كلاسيفيكيشن أوف إنزيمز، المحاضرة اللي بعديها على الكينيتكس، بعدين ريجوليشن، عندنا 3 ليكتشرز على الريجوليشن، وبالأخير كوفاكتورز، وبعدين بضل عندنا محاضرتين إن شاء الله على البروتين أناليسز. نبدأ بإذن الله. ممكن تشوفوا ماركس Basic Medical Biochemistry، excellent book بالنسبة لهذا الموضوع. في أونلاين resources ممكن برضو أنكم تشوفوهم. بشكل عام أي كتاب أنتم ممكن، أي كتاب Biochemistry ممكن أنكم تقرأوه وتشوفوا. عادة المعلومات يعني بشكل عام هي واحدة، فالكتاب اللي بيعجبك ممكن انك تشوفه. طبعا المين ريسورس هو المحاضرة نفسها والاشياء اللي انا بغطيها. بنصحكم انكم تسمعوا الانجليزي as well، منها انه تدريب لكم على الانجليزي، تعرفوا الكلمات والفوكاب، ومنها كمان انه في بعض الاحيان ممكن احكي شغلة انا راح اعتمد على الانجليزي، محاضرات الانجليزي بعملية كتابة الأسئلة للامتحانات. فأنا بنصحكم أنكم تشوفوا الإنجليزي، محاضرات بالإنجليزي. هلأ المعلومات هي واحدة، بس مرات ممكن أنه أحكي شغلة بمحاضرات الإنجليزي راحت عن بالي في محاضرة العربي. نبدأ بس نحكي على البروتينز، إنه البروتينز بشكل عام لما بدهم يعملوا أي فانكشن معين بالخلية ما بيعملوا لحالهم هيك، يعني لازم يعملوا interaction مع molecules تانية. في بعض الأحيان هاي المولكيولز إحنا بنسميها ligands. أوكي، ligand هو molecule صغير أو ممكن يكون كبير، يعني هذا الligand بيرتبط مع البروتين، وهذا الارتباط بيكون عن طريق non-covalent interactions. فاحنا بنتكلم على الهيدروجين بونز، electrostatic interactions، van der Waals interactions، hydrophobic interactions. فبنتكلم على non-covalent interactions بشكل عام. هذا البايندينج تبع الليجند مع البروتين بيؤدي الى action معين biological purpose. ممكن يكون muscle contraction، ممكن يكون release ل molecule لبرا، ممكن يكون synthesis لبروتين من transcription و translation من على الجين level، ممكن يكون أي شيء. بس هذا الانتراكشن تبع الليجنز مع البروتينز بيعتمد على خاصيتين مهمات جدا. الأولى هي الأفينيتي والثانية هي السبيسيفيسيتي. السبيسيفيسيتي بتعني انه هذا الليجند راح يرتبط مع بروتين اكس بس ما راح يرتبط مع بروتين واي. اوكي، ففي سبيسيفيسيتي. هاي السبيسيفيسيتي بتيجي من النون كوفالنت انتراكشنز. ماشي، يعني لو صار في تشكل للنون كوفالنت انتراكشن وفورميشن لهالانتراكشنز بعدد مناسب بقوه مناسبه وشكل مناسب، راح يصير معناته انه صار الانتراكشن سبيسيفيك. ممكن بروتين يصطدم مع ليجند بس الليجند ما راح يرتبط فيه، لانه صح يمكن يعمل فورميشن ل 1 اور 2 نون كوفالنت انتراكشنز، لكن ما راح يثبت هذا الليجند. وهذا الخاصيه الثانيه اللي هي الافينيتي، السترينث اوف بايندينج، ماشي، اللي هو قوة الـ non-covalent interactions بتحدد الـ affinity. هل راح يظلوا التنين رابطين مع بعض لفترة زمنية معينة بحيث انه يؤدي للـ function، ولا هو بس interaction والسلام بعدين بفلتوا مع بعض قبل ما البروتين يعمل اي action معين. اوكي، فهم هذول الشغلات، الشغلتين affinity والspecificity مهمات بالنسبه للبروتين فانكشن. طب ايش هم الانزيمز؟ الانزيمز هم specialized proteins. ماشي، هذول البروتينز عندهم القدره انه يسرعوا الكيميكال رياكشنز.
under biological conditions. يعني they catalyze, okay, they speed up, بيسرعوا ال chemical reactions. فهم بالعادة proteins, لكن في استثناءات إنه عنا enzymes بنسميهم ribozymes اللي هم عبارة عن enzymes مكونة من RNA molecules مش من proteins. هلأ هاي الانزيمز بشكل عام عندهم very specific function. They catalyze في بعض الأحيان في enzymes they catalyze only one single reaction. في enzymes ممكن يعملوا أكثر من reaction, لكن بشكل عام هاي الانزيمز they are very specific. ماشي؟ هلأ فلما نحكي على enzymatic reaction basically احنا عمالنا نحكي على انه الانزيمز نحكي انهم catalyst. هلا بالانزيماتيك رياكشن في له خواص. واحدة انه ممكن يكون عندنا one molecule of enzyme لكن substrate, وهذه هي شغلة مهمة, انه الرياكشن هو الليجند اللي بربط مع الانزيم بنسميه substrate. هذا substrate هو اللي بده يتحول الى product. فعادة بأي انزيماتيك رياكشن انا بكون عندي one single enzyme ممكن ومع خلينا نحكي مليون molecules of substrates. هذا الـ one enzyme راح بسرعة كبيرة راح يحول الـ substrate إلى product. فعادة الـ substrate بكون كميته بالمقارنة مع الـ substrate قليل جدا. الشغلة الثانية إنه هم اللي بيعملوا إنهم بس بيسرعوا بالرياكشن. ماشي؟ يعني لو إحنا خلينا هذا الـ substrate قاعد مليون سنة ممكن واحد منهم يتحول لبرودكت. اوكي بس الانزيم ايش بيعمل؟ بيسرع هاي العمليه فبيحول السبستريت الى برودكت بفتره زمنيه جدا قصيره. بنتكلم احنا على مش نانو سكندز ولا بيكو سكندز في بعض الاحيان اللي هو ماينس 12, احنا عمالنا بنحكي على في بعض الاحيان فيمتو سكندز يعني ماينس 15. ماشي؟ وبنحكي على اتو سكندز اللي هي ماينس 18. فهم اللي بيعملوا انه بيسرعوا الرياكشن. هلا الشغله المهمه انه لما يكون انا عندي انزيماتيك رياكشن نبدا بالانزيم وبننتهي بالانزيم. يعني الانزيم ما راح يتغير خلال عمليه خلال الرياكشن. اذا تغير معناته هو سبستريت, معناته هو جزء من هذا التفاعل. اوكي هلا بالنص الانزيم ممكن انه يختلف لانه عامل انتراكشن مع السبستريت وبالتالي ممكن شكل الانزيم يختلف. اوكي لكن المهم انه بيبدا وبينهي بنفس الستركتشر. كيف ممكن نكتب اي تفاعل انزيمي انزيماتيك رياكشن؟ هو عباره عن سبستريت بيتحول الى برودكت. هلا الانزيماتيك رياكشن basically انه انا عندي انزيم الاي زائد سبستريت بتشكل اي اس كومبلكس اللي هو انزيم سبستريت كومبلكس. الانزيم بيحول السبستريت الى برودكت فبصير عندي انزيم برودكت كومبلكس وبعدين البرودكت بصير له ريليس فعندي انزيم زائد برودكت. فالاي اللي هون هي نفس الاي اللي هون لكن ايش تغير؟ انه الاس تحولت الى بي. هلا هذا الانزيم product complex غير ثابت يعني غير مستقر unstable. على طول اول ما يتشكل البرودكت بصير له ريليس, فعشان هيك هذه الاي بي احنا ممكن نلغيها فبصير عندنا هون الاي بلس اس بتحول الى اي اس وبعدين اي بلس بي. اوكي فمره اخرى عندي substrate بربط مع الانزيم. اوكي الانزيم بيحول السبستريت الى برودكت وبعدين بصير في ريليس للبرودكت. هلا لاحظوا الشغله, انا بديت بانزيم ستراكشر معين. لاحظوا هون الايدجز كيف انها سموث. اوكي لما ارتبط السبستريت مع الانزيم الايدجز صارت شارب. اوكي ليش؟ لانه بدهم يورجونا انه الانزيم لما يربط مع السبستريت ولما يحول السبستريت الى برودكت شكله راح يكون مختلف. لكن لاحظوا هون لما يصير في ريليس للبرودكتس الستركتشر رجعوا الايدجز صاروا سموث مره ثانيه, بمعنى انه الانزيم رجع الى الاوريجينال ستركتشر تبعه. طيب اذا what do enzymes do؟ شو بيعملوا؟
انه they accelerate reactions. فعادة احنا بنتكلم على 10 to the 6th ل 10 to the 14th. شو يعني؟ يعني الانزيم الواحد ممكن انه يعمل خلال 1 second مليون الى كم هون 100,000,000,000,000 سبستريت بحولهم الى برودكتس. فمن مليون سبستريت بتحول الى 1 برودكت باي 1 انزيم بير سكند. فاحنا عمالنا نتكلم على شيء مذهل وسريع جدا جدا جدا. مثلا عندنا الكاتاليز. الكاتاليز بيحول تقريبا 100 مليون هيدروجين بيروكسيد اللي هو هذا الى البرودكتس اللي هم مي زائد اكسجين. الكربونيك انهيدريز اللي هو بيعمل الكربونيك اسيد بيحول CO بدمج CO2 زائد H2O بيعمل الكربونيك اسيد. نحكي على 10 مليون رياكشنز بير سكند. اوكي، برضو احنا بنتكلم على شيء يعني جدا سريع. طب هاي الكاتاليز. اوكي، فالكاتاليز هاي السرعه تبعته. طب البلاتينم سيرفيس هل ممكن انه يعمل لي هذا الرياكشن؟ ممكن يعمل لي الرياكشن. فممكن انه يعمل 2.773 times 10 to the 4th، يعني تقريبا احنا عم نتكلم على 10,000 رياكشنز بير سكند. اوكي، طيب بدون كاتاليز راح ياخذ لي رياكشن بير سكند. طب ليه البلاتينم سيرفيس اشتغل ككاتاليست؟ اشتغل ككاتاليست لانه هو بيسكلي ساعد انه يربط مع ال H2O2 ويكسر ال H2O2 الى مي زائد اكسجين. اوكي، يعني عمل نفس شغل الكاتاليز، لكن الكاتاليز كانزيم از مور افيشنت. راح نتكلم على استراتيجيات الانزيمز كيف بتحول السبستريتس الى برودكتس. طب وين بيصير الانزيماتيك رياكشن؟ الانزيماتيك رياكشن بيصير بمكان مخصص بالانزيمز اسمه the active site. عشان هذا الاكتف سايت بكون في العاده داخل الانزيم جوا. صح انه لما يرسموا، لاحظوا لما يرسموا الانزيمز بالكتب بحطوا الاكتف سايتس على السيرفيس، بس ان رياليتي هذا الكلام مو صحيح. عاده الاكتف سايت هو جاي لجوا. اوكي، لكن في زي تانل هيك بدخل نفق بدخل منه السبستريت، لكن الرياكشن بيصير الى في داخل الانزيم. اوكي، فهذا الاكتف سايت هو مكون من امينو اسيدز معينه. هذه الامينو اسيدز، الامينو اسيد ريزيدوز، راح تربط مع السبستريت اللي هو هون يوزنج نون كوفالنت انتراكشنز. فاحنا عمالنا نتكلم على هيدروجين بوندز، ممكن نتكلم على الكتروستاتيك انتراكشنز زي ما هو موجود هون، ممكن يكون هيدروفوبيك انتراكشنز اند سو اون. طيب، فأي active site هو مكون من specialized amino acid sequences. أوكي، أي تغير بهذه الأمينو أسيدز ممكن إنه يخلي الإنزيم inefficient. طيب، بالإضافة للactive site بعض الإنزيمات بتحتوي على regulatory site. فعندنا هاي الactive site مثلاً، نشوف. فهي عندنا الاكتف سايت، اوكي، هون بصير الرياكشن، لكن ممكن انه يكون في ريجوليتوري سايتس. هذه الريجوليتوري سايتس ممكن انها يربط معها انهبيتر، وبالتالي الاكتف سايت ما راح يشتغل، الانزيم ما راح يشتغل. ممكن يكون اكتيفيتر بحيث انه الاكتيفيتر بربط بخلي الانزيم مور افيشنت اند مور اكتف. فبنحكي على اكتف سايتس زائد ريجوليتوري سايت. والصحيح انه احنا اذا طلعنا على الاكتف سايت نفسه هو مكون من تو سب سايتس، يعني في سايتس فرعيه. ايش هم هدول السايتس؟ انه انا عندي بايندينج سايت وعندي كاتاليتيك سايت. ايش الفرق بيناتهم؟ البايندينج سايت هو اللي بكون مثلا على المدخل تبع الاكتف سايت، هو راح يربط مع الانزيم اوكي نون كوفالنتلي، هو راح يربط مع السبستريت نون كوفالنتلي، والسبستريت راح يدخل لجوا. اول ما يدخل جوا راح يصير في عندي الرياكشن، لانه عندي الكاتاليتيك سايت اللي هو بيحتوي على امينو اسيدز اللي راح تعمل لي الرياكشن.
ماشي. ف again عندي binding site، ال binding site راح يسمح انه يربط مع السبستريت، وبعدين عندي الكاتاليتيك سايت هو اللي راح يعمل الرياكشن مثلا، اللي راح يجي يكسر لي البوند اللي ما بين هذول الاثنين التو شوجر مولكيولز. في بعض الاحيان الاكتيف سايت والبايندينج سايت بيكونوا نفس الشيء، نفسهم نفسهم، يعني نفس الامينو اسيدز بمعنى اخر، هم راح يربطوا مع السبستريت وراح يحولوا السبستريت الى برودكت. اوكي، هلا بدي اياكم تنتبهوا على شغله مهمه، انه الانزيم والسبستريت لما يرتبطوا مع بعض بيرتبطوا مع بعض او بيصطدموا مع بعض، بصير في كوليجن بشكل عشوائي. فمش انه الانزيم بشوف السبستريت من بعيد وبركض ناحيته وبحكي هي سبستريت خلينا نحوله الى برودكت، لا لا، هو ما بيشتغل بهذا الشكل. هم التنين they are floating they are swimming، وبصير في collision، بصير في اصطدام. هذا الاصطدام إذا كان يؤدي إلى تشكل عدد معين من non-covalent interactions بقوة معينة بstrength معين اللي بزيد من الأفينيتي، وقتها بهذه الحالة السبستريت رح يربط مع الأكتيف سايت تبع الإنزيم و الانزيم بيحوله الى برودكت. ماشي، فضروري انا يكون عندي هذه البايندينج سايتس الامينو اسيدز اللي راح تضرب وتصطدم بالسبستريت عشان تشبك معه وتدخله الى داخل الكاتاليتيك سايت للاكتيف سايت ويصير في عندي الرياكشن. فالاكتيف سايت بيختلف حسب الانزيم، ماشي، وبالتالي بيختلف على حسب السبستريت. فلازم الاكتف سايد it should fit السبستريت عشان يقدر انه يربط معه ويحوله الى برودكت. فهذا مثال، الصورة هذه مثال لـ 3 enzymes. هذه الانزيمز هما proteases اللي هي enzymes بتكسر لبروتينز، ماشي، لكن ما بتكسر البروتينز عشوائيا على اي مكان في البروتين، لا لا، هم بيكسروا البروتينز على امينو اسيدز معينه، امينو اسيد ريزيدوز معينه. يعني مثلا عندي انا التريبسين، هذا التريبسين بكسر البيبتايد بوند بداخل بيبتايد لما يكون في لايسين او ارجينين. فاي بيبتايد بوند تبدأ بلايسين وبعدين أي شيء تاني، بيجي هذا التريبسين وبكسر البيبتايد بوند، بكسر البيبتايد فراجمنتس ل 2. الكايموتريبسين بتعرف على البيبتايدز اللي فيها الفينيل ألانين، تايروسين وتريبتوفان، ماشي، وبكسر البيبتايد بوند اللي بكون هذه الامينو اسيدز داخله فيها. والالاستيز بتعرف على البيبتايدز اللي فيها جلايسين الانين فالين، ماشي، وبيعمل نفس الشغل. هلا لاحظوا الشغله انا عندي هون، هلا ايش هم هذول اللايسين والارجينين؟ هذول بوزيتيفلي تشارجد امينو اسيدز، عليهم بوزيتيف شارج، زائد انهم عباره عن تشين مو رينج زي الهيستيدين، عباره عن تشين. فلما يدخل البيبتايد تدخل لجوا ويدخل اللايسين والارجينين الى داخل الاكتف سايت، لاحظوا مثلا شكل الاكتف سايت لازم يكون شويه طويل على اساس انه تدخل التشين لجوا وتتثبت عن طريق الاسبارتيت. طب شو دخل الاسبارتيت؟ هذا نيجاتيفلي تشارج امينو اسيد راح يعمل الكتروستاتيك انتراكشن مع هذول الاثنين، اوكي، فراح يتثبت البيبتايد او الامينو اسيد ريزيدوز داخل الاكتيف سايت وبصير عندي الرياكشن. طب والكايموتريبسين شو هدول الثلاثه؟ هدول اروماتيك امينو اسيدز، اروماتيك يعني فيهم رينج ستراكشر، فلازم يكون شويه وايد، اوكي، بحيث انه الرينج تدخل الى داخل الاكتيف سايت. طيب وفي سيرين، هذا السيرين صح انه في هيدروكسيل جروب، لكن الكاربونز تبعت السيرين راح تربط مع الرينج ستراكشر تبع الكاميتروسين. طب والالاستيز بتعرف على جلايسين الانين وفالين، شو هدول؟ هدول بشكل عام كامينو اسيدز نون بولر، ف وسمول، اوكي، مو كبار،
فالاكتف سايت راح يكون سمول وفيه اكت وفيه فالين، فالفالين بيعمل هيدروفوبيك انتراكشن مع الجلايسين والارنين والفالين as well. اوكي، فهذه فالاكتف سايت شكله والكومبوزيشن تبعه، يعني الامينو اسيدز اللي بتشكل الاكتف سايت بتحدد السبيسيفيسيتي. هلا في شغله مهمه نتكلم على خصائص الاكتف سايت. في شغله مهمه بالنسبه للاكتف سايت انه كايرالتي از امبورتنت. شو يعني كايرالتي از امبورتنت؟ شو يعني الكايرالتي؟ لما نحكي على كايرال كاربون هم basically a carbon that is linked or that makes covalent bonds with four different groups. وبالتالي إذا إحنا لفينا هاي الجروب أو لفينا المولكيول ما رح يكون identical لبعض، التنين ما رح يكونوا identical لبعض. فالمولكيول والميرور إيمج تبعته ما رح يكونوا super imposable، يعني ما رح نقدر نحطهم فوق بعض. أوكي؟ يعني ففي بمعنى انه عشان يكون في انتراكشن وسبيسيفيك انتراكشن بين السبستريت مع الاكتف سايت لازم يكون الانتراكشن على مع على الاقل 3 بوينتس او 3 امينو اسيدز، بحيث انه لاحظوا انه انا اذا لفيت هذا المولكيول او حطيت الميرور ايمج تبعته ما راح يثبت وما راح يعمل بايندينج مع الاكتف سايت. فالكيرالتي is important. لاحظوا مثلا عندنا انزيم معين وهذا السبستريت اللي هو الابينفرين، هرمون الابينفرين الادرينالين. لاحظوا انه هذا المولكيول وهذا الميرور ايمج تبعته اوكي، او احنا بيسكلي هذا الكيرال كاربون اللي هون مرتبطه مع فور ديفرنت جروبس بس مجرد انه لفيناها. هذا المولكيول ما راح يرتبط مع الانزيم، it would not fit with the enzyme لانه مش compatible معه، لكن هذا المولكيول راح يقدر انه يربط مع الاكتف سايت تبع الانزيم بسبب only one group. اوكي، فالكيرالتي از امبورتنت. شغله ثانيه انه الاكتف سايت هو مكون من امينو اسيدز، هذه حكيناها. هذه الامينو اسيدز في العاده بيكونوا ابعاد عن بعض بالبرايمري ستراكشر تبع البروتين. فاذا اطلعنا على بروتين كتشين بولي بيبتايد راح نشوف ان عندي امينو اسيد 35 و 52 101 و 108. هدول لما البروتين يصير له فولدنج بصيروا هدول الامينو اسيد جنب بعض اوكي، الاخضر مع الاصفر، معناته انه هدول راح يعملوا لي الاكتف سايت تبع هذا الانزيم، فهو مشكل من امينو اسيد ممكن يكونوا بعاد عن بعض لكن راح يعملوا لي الشيء اللي احنا بنسميه الدومين. كيف هذه كمان خاصية. الشغلة الثالثة مهمة انه الاكتف سايت صغير حجما بالمقارنة مع الستركتشر تبع الانزيم. فريل الاكتف سايت هو هذا الجزء البسيط من هذا الانزيم الكبير، ماشي، هذا الكاتاليز. طب وبقية الامينو اسيد شو دورها، شو اهميتها؟ اهميتها انه هم اللي بيشكلوا لي الشكل الاكتف سايت. فأضرب لكم مثال، مثلا عندي عمارات أشكالها مختلفة أوكي، طلعوا على الويندوز والدورز راح تشوفوا إنه كل دور مختلف عن الثاني وكل شباك بعمارة مختلفة عن العمارة الثانية. طيب شو اللي خلاها شكلهم مختلف؟ البناء نفسه، كل البناء هذا هو اللي حدد لي شكل الويندوز والدورز، ماشي. نفس الاشي هون انه هذه الامين اسيدز هي اللي راح تشكل لي شكل الاكتف سايت. طيب كمان من دور هذه الامين اسيدز اللي بتحوط الاكتف سايت انه ممكن تشكل ريجولاتوري سايت، فممكن يكون عندي انا ريجولاتوري سايت هون او ممكن يكون هون، يعني بعيد عن الاكتف سايت. كمان خاصية بالنسبة للأكتف سايت إنه هو it looks like a canal, cleft, crevice. فإحنا بنتكلم على زي نفق هيك بدخل منه السبستريت. فعندي أنا الأكتف سايت، سوري، عندي البايندينج سايتس ممكن تكون يعني هي اللي عاملة المدخل تبع الأكتف سايت، والكاتاليتيك جروبس هي في الداخل، فلازم السبستريت إنه يدخل لجوا، ماشي، علشان انه يدخل للكاتاليتيك سايت ويصير في عندنا رياكشن. اوكي،
هلا طب ليش دائما هيك الاكتف سايت مدخل لجوا؟ علشان يمنع دخول اي اشي نوت سبيسيفيك. يعني مثلا زي عندي المي، المي يعني مكون كبير ودوميننت في الخلايا، فممكن بشكل عشوائي انه المي تيجي وترتبط مع الاكتف سايت، لكن وجود الاكتف سايت في الداخل مع وجود الجيت كيبرز هذول الحراس اللي موجودين عندنا هون البايندينج سايت راح يمنع المي انها تدخل. زي لما حكينا مع على الهيموغلوبين والكربون مونوكسيد، الهيموغلوبين على الرغم انه هو مش انزيم الا انه يعني ممكن نستخدمه كنموذج عشان نفهم شغل الانزيمات. طيب كمان خاصية انه الانتر اكشن بين السبستريت مع الاكتف سايت هو نون كوفيرنت، ويك انتر اكشنز. طيب هذه حكيناها، لكن خلال الرياكشن الصحيح، خلال الرياكشن مبدئيا راح يجي السبستريت ويربط مع الاكتف سايت، لكن الرياكشن نفسه اللي بيصير في الداخل ممكن انه يكون في كوفالنت انتر اكشن يصير ما بين الانزيم مع السبستريت، لكن بالنهايه بيصير في فورميشن للبرودكت والبرودكت بيطلع. بس انيشالي اهم شيء انه الانتر اكشن عباره عن نون كوفالنت انتر اكشنز. نيجي على هذا السؤال، كيف هذا السبستريت بدخل او كيف هذا السبستريت بربط مع الانزيم؟ ايش هو شكل الاكتف سايت؟ لازم شكل الاكتف سايت يكون كومباتبل، وانه يكون اتفتس ويكون مناسب لشكل السبستريت. هذه اول نظريه طلعوها او موديل لما اجوا حكوا انا احنا عندنا لوك اند كي، اوكي، مفتاح وقفل. شو يعني؟ انه عندك المفتاح بدخل جوا القفل، لا المفتاح بتغير شكله ولا القفل بتغير شكله، lock and key. بمعنى انه شكل الاكتف سايت هو كومباتبل او كومبلمنتري مع شكل السبستريت. على طول السبستريت بيجي بدخل بالاكتف سايت بيعمل انتراكشن معه، ما بس لا هذا بتغير ولا هذا بتغير. لكن هذا الموديل سيستم مو صحيح، مو تمام، لانه البروتينز ار دايناميك ان نيتشر، بتغيروا يعني بتحركوا، الجروث ممكن انها تتحرك وتلف وتدور على حسب المجال اللي بيسمح له. طيب زائد انا عندي انزيم واحد ممكن يربط مع سبستريت مختلفين لهم ستراكشرز مختلفه، اوكي، وممكن عندي انزيمز تربط مع سبستريت واحد وتحولوا لشيء ثاني، فمش كل الانزيمز عندها نفس شكل الاكتف سايتس، فعشان هيك طلعوا نموذج ثاني او موديل ثاني سموه ذا اندوست فيت. ايش بحكي لي هذا الاندوست فيت؟ انه شكل الاكتف سايت مش بالضروره يكون كومبلمنتري مع شكل البرودكت، اوكي، بس هو اللي بصير انه لما يجي السبستريت ويدخل على الاكتف سايت ويربط مع الاكتف سايت، الـ non-covalent interactions اللي بتصير بين السبستريت مع الانزيم على الاكتف سايت راح تغير شكل الانزيم، فهذا بسموه induced fit. يعني لما زي المعجونه بيجي السبستريت بربط مع الانزيم فبتغير شكل الاكتف سايت تبع الانزيم. نيجي على سؤال ثاني، طب ايش هي الاستراتيجيات اللي بيستخدمها تستخدمها الانزيمات عشان تسرع من الرياكشنز؟ نتكلم شوية بس عن الانرجي. اول شيء احنا عندنا نوعين من الانرجي، النوع الاول اسمه البوتنشال اللي هي الطاقة الوضعية اللي هي اللي بتكون مخزنة داخل اي اوبجكت واللي ممكن انه يستغلها عشان يعمل شغل معين، اوكي، القابلية انه يعمل اي شغل. وعندنا الطاقة الحركية اللي هي الكينيتيك انرجي اللي هي الانرجي اوف موشن. احنا مهتمين اكثر بالبوتنشال انرجي لانه هذه هي المهمة في البايو كيمستري. هاي البوتنشال انرجي هي اذا طاقة مخزنة، وين مخزنة؟ بالبوندز، بالكيميكال بوندز، ماشي؟ فهذه الطاقة المخزنة بالكيميكال بوندز هي اللي يمكن استخدامها to drive a reaction، انه يصير في reaction. هذه الانرجي اسمها
the free energy ويرمز إلها ب G على اسم ال discoverer أو الشخص اللي يعني جاب هاي الفكرة اللي هو جيبس. طيب فهي basically the free energy إذن هي the energy اللي that is available for reactions اللي ممكن إنه يتم استخدامها عشان يصير في أي reaction. طيب فال products والsubstrates في كلهم عندهم energy بالchemical bonds منيح. فالsubstrate عندها مقدار معين من الfree energy اللي هي الجي، والproduct ممكن يكون عندها كمان مقدار من الenergy اوكي برضو عندها الجي تبعتها. فعشان فالدلتا جي اللي هي difference بالenergy بتساوي الجي of products ناقص جي of reactants. اي reaction لازم يكون فيه دلتا جي اللي هي مجموع الطاقة المخزنة في الـ products ناقص مجموع الطاقة الـ free energy اللي موجودة في الـ substrates. اوكي منيح. هلا فالدلتا جي راح تحكي لي انه هذا الرياكشن كيف بيصير. شو يعني بهذا الكلام؟ راح يحكي لي على الإكوليبريم بمعنى آخر، راح يقول يحكي لي على التوازن تبع هذا الرياكشن، الرياكشن سهل إنه يصير ولا صعب إنه هو يصير. كيف يعني؟ يعني إذا الدلتا جي تكون نيجاتيف، شو بتعني هذه؟ بمعنى إنه الجي تبع البرودكتس هي أقل من الجي تبع الرياكتنس. بمعنى إنه الرياكتنس في عندهم enough energy عشان يتحولوا ل products ماشي، والزيادة الـ energy الزيادة هذه بيصير لها release، ممكن يصير لها release بشكل حرارة بشكل حركة بشكل صوت إلى آخره. هذا الـ reaction إحنا بنحكي إنه هو هذا بيصير spontaneous تلقائي. ليش؟ لأنه هذا الـ reaction ما بدوش مساعدة الـ energy الموجودة في الـ reactants enough إنها تحرك الـ reaction إلى products. فبنحكي إنه هذا spontaneous ما بدوش أي مساعدة تلقائي، وبنحكي إنه الـ reaction is exergonic بمعنى إنه it releases energy. ex يعني خارجي، الطاقة بتطلع لبرا. طب إذا الدلتا G is positive بتعني إنه الـ G of products is more than G of reactants، يعني الطاقة اللي موجودة بالـ reactants مش كافية إنها تعمل لي reaction to drive the reaction وتعمل لي product. فلازم إنه نحط energy إحنا من عنا للـ reactants عشان تجمعها مع الـ energy اللي موجودة بالـ bonds وتتحول إلى products. فبما إنه هي بحاجة إلى مساعدة وبحاجة إنه نحط طاقة بهذا الرياكشن، فبنحكي إنه هي not spontaneous، يعني ما راح يصير هذا الرياكشن لحاله، بنحكي إنه هذا الرياكشن is endergonic بإن لأنه it needs energy to be added into the reaction. أوكي؟ لاحظوا إنه the reverse reaction is exergonic وهو spontaneous بهاي الحالة، أوكي؟ فإذا عندي رياكشن والدلتا جي تبعته بلس 10 كيلو كالوريز خلينا نحكي، الريفيرس رياكشن راح يكون اكزرجونيك والدلتا جي راح تكون ماينس 10. فمجرد احنا بنغير الإشارة من موجب إلى سالب. طب وإذا الدلتا جي از زيرو يعني كمية الطاقة بالرياكتنس بتساوي كمية الطاقة بالبرودكتس، معناته بنحكي إنه هذا الرياكشن از ات إكوليبريم في توازن، بروح من A ل B ومن B ل A بدون أي مجهود يذكر. طب إيش بعملوا الإنزيمات؟ بغيروا من الدلتا جي تبعت الرياكشن؟ أبدا ما بغيروا الدلتا جي تبعت أي رياكشن، بس هم إيش بيعملوا؟ بغيروا بشيء بنسميه الـ Activation Energy. فالسبستريتس عشان يتحولوا إلى Products بحاجة لشوية Energy، شوية Push هيك دفعة بسيطة علشان تبدأ تتحول إلى Products. هذه بنسميها الـ Activation Energy اللي هي الفرق بالـ Energy ما بين الـ G تبعت الـ Transition State ناقص الـ Substrates. اوكي طب ايش هي الترانزيشن ستيت؟ هي الحاله اللي بكون فيها السبستريت اول ما يبدا الرياكشن او لما يتغير خلال عمليه الرياكشن.
هو لا بيشبه السبستريت ولا بيشبه البرودكت، فهي مرحلة انتقالية ما بين السبستريت إلى البرودكت. طيب هذه البوش اللي أي رياكشن بده إياها، الإنزيم إيش بيعمل؟ بخففها. فلما يكون الرياكشن كاتالايزد باي ان انزيم، كمية البوش اللي احنا بحاجة لإلها عشان نسرع هذا الرياكشن بتقل مع وجود الانزيم، بالمقارنة مع الرياكشن اللي هو الان كاتالايز اللي بدون اي انزيماتيك رياكشن. فهذه البوش هي اللي بتخلي اي رياكشن بدون وجود اي انزيمات تاخذ مليون سنة، لكن مع وجود الانزيم بصير اسرع لانه الاكتيفيشن انرجي صارت قليلة. So what enzymes do اللي بيعملوا الانزيمات انهم بقللوا من الاكتيفيشن انرجي، فبسرعوا من عملية تشكل اللي هي المرحلة الانتقالية او الترانزيشن ستيت. اوكي، هلا لاحظوا بما انه هذا الترانزيشن ستيت الطاقة اللي فيها عالية جدا. طب ليه عالية؟ لأنه الترانزيشن ستيت is not stable، المولكيول تبع الترانزيشن ستيت مو stable أبدا، ماشي؟ فهو بحاجة إلى طاقة، الرياكشن بحاجة إلى طاقة to maintain it, to preserve it, okay? To keep it as is، أو يعني إنه يكون intact هيك، لأنه مو stable. أوكي؟ هلأ اي رياكشن باي ذا واي ما في one transition state، انا باي رياكشن راح يكون في اكثر من transition state، بمعنى انا بدي اشيل ال OH من، بدي اشيل hydroxyl group من substrate معين، فهاي العمليه بدها اكثر من حركه واكثر من ممكن حتى covalent bond formation خلال هاي العملية. أول شيء منشيل الـ H وبعدين منربط إشي مع الـ O وبعدين منعمل rearrangement للإلكترونات وبالأخير منشيل الـ O، فهيك إحنا شلنا الـ OH. طيب فكل، فعندي أكثر من transition state وكل transition state إلها الجي تبعتها الخاصة فيها. طيب الـ activation energy بهاي الحالة إيش هي؟ هل هي مجموع الطاقات اللي موجودة في كل transition states، ولا هي مع أقل وحدة، ولا هي إيش بالضبط؟ الـ activation energy هي الفرق بين الـ energy اللي موجود بـ the least stable transition state اللي هو بحاجة لأكبر مقدار من الطاقة ناقص الجي تبعت الـ substrate. فهي مش مجموع هاي زائد هاي زائد هاي زائد هاي، لا لا لا، ولا هي مع أول وحدة، لا لا، هي مع أعلى جي لأي transition state، ماشي؟ فراح تكون الـ activation energy هي الفرق بين هدول التنتين. الـ uncatalyze هو الفرق بين هون مع الـ transition state هذه، ماشي؟ مع الـ catalyze هي الـ point هذه ناقص الـ point هذه بالنسبة للجي. اوكي منيح. فهي مثال، انا عندي هذا الرياكشن اللي هو عبارة عن انزيم اسمه دي امينيز، هذا الانزيم بشل الامينو جروب اوكي الى، بحوله الى كيتون على الرينج اللي موجود عندنا هون. فهاي العملية لاحظوا انه هي بحاجة بنبدأ بها المولكيول هذا السبستريت، وبتبدأ عملية الالكترون ري ارينجمنت وفورميشن اوف كوفالنت بوندز مع الانزيم ومع الاكتف سايت والى اخره، يعني في اكثر من حركة. طيب ايش هي الاكتيفيشن انرجي؟ مع هاي الترانزيشن ستيت اللي فيها اللي هي اعلى مقدار من الجي، الفرق بين هذه النقطة مع هاي النقطة. اوكي، بالنهاية الدلتا جي تبعت الرياكشن ايش هو؟ الجي تبعت البرودكتس ناقص الجي تبعت السبستريتس. طيب الانزيمات كيف بسرعوا من اي رياكشن؟ الانزيمات اللي بيعملوا انهم بحطوا السبستريتس جنب بعض، هذه الخطوة جدا مهمة، يعني بجيب A و B بنحطهم جنب بعض قبال بعض وبنبدأ نصالح فيهم، ماشي؟ هاي النقطة كتير مهمة، إذا الإنزيمات بتجيب السبستريتس جنب بعض. الشغلة الثانية إنه بيعملوا orientation، شو يعني؟ يعني بحطوا السبستريتس بشكل مناسب إنهم يكونوا قبال بعض، يعني بدنا نصالح اثنين
ما راح نخليهم ظهر هذا لظهر الثاني والاثنين لارفين حالهم، لا لا، نحطهم فيس تو فيس، وجههم قبال بعض وبيبدوا يحكوا مع بعض. فهم احنا اذا الاكتيف سايد بجمع السبستريت وبحطهم ببوزيشن مريح للتنين بحيث انه يبدا الرياكشن ويبدوا يحكوا مع بعض. طيب الشغله الثانيه بتعملها الرياكشنز انه they change the energy اللي بالبوندز، ماشي؟ يعني بتخلي البوندز بشكل unstable زي ما حكينا، بالترانزيشن ستيت بكون unstable، فهم بيغيروا الانرجيز اللي موجوده داخل البوندز عشان يصير الرياكشن، وبعدين بيصير الرياكشن او الكاتاليسيس ات ذا اند. طب كيف الانزيمات بتعمل هذه الشغلات مع بعض؟ في عندنا ثلاث استراتيجيات ممكن نتكلم عنهم. الاولى هي الكاتاليسيس باي بوند سترين، يعني بنحط تنشن بالبوند، هي واحده. اثنين، كاتاليسيس انفولفينج اسيد بيس رياكشنز، وعارفين ايش يعني، انه exchange of protons و hydroxyl ions، بعدين covalent catalysis. ممكن الإنزيمات تستخدم أكثر من استراتيجية بنفس الوقت. طيب طب شو يعني catalysis by bond strain؟ بمعنى إنه راح نجيب إحنا السبستريت بدخل على الأكتيف سايت تبعت الإنزيم، والأكتيف سايت تبع الإنزيم بيبدأ يغير بالبوند بشكل السبستريت هذه هي الترانزيشن ستيت، بحيث انه يكون بشكل unfavorable، very يعني في تنشن كثير موجود انا عندي في البوند اللي موجوده هون، صحيح؟ فعشان هيك الجي عاليه لانه بدنا انرجي to keep it as is to keep it to stabilize it، بس هو مو stable. طيب فعشان هيك الجي عاليه، لكن لاحظوا انه انا عندي ايش؟ عندي تنشن موجود في البوند اللي موجوده هون، فبكون جدا اسهل انه احنا ايش نعمل، نكسر العمود هذا، ماشي؟ زي مثلا انه اللي بنعمله انه التنين بدهم يتهاوشوا مع بعض، فاسهل اشي انه مثلا واحد منهم بلف ايد الثاني، اوكي، بلفها بحيث انه يتوجع، ماشي؟ بنخليه ب position unstable، مش مريح، وراح يسهل انه ينضرب هذا الشخص لانه صار موجوع، صار ايده ملفوفه، يعني مش قادر انه يحمي حاله. example عندنا انزيم اسمه lysozyme. اللايسوزايم هذا باي ذا واي موجود بالسلايفا، وهو اللي بيعمله انه بكسر الشجر مولكيولز اللي هي جلايكوز امينو جلايكنز، تذكروهم جلايكوز امينو جلايكنز. هدول ففي عندنا احنا جلايكوسيريك بوند، هاي الجلايكوسيريك بوند بكسرها اللايسوزايم. طيب كيف بكسرها؟ انه بياخد الشجر مولكيول زي الجلوكوز وبيطعجه بشكل انه يخلي البوندز ستريند، يخليهم بشكل unfavorable، اوكي، فبصير اسهل انهم يتكسروا. هذه الكاتاليسيس باي بوند سترين. طيب كاتاليسيس انفولفينج اسيد بيس رياكشنز كثير بسيط، هي انه بالاكتيف سايد انا عندي امينو اسيد ريزيدو اللي ممكن انه يعمل دونيشن او يعمل اكسبتنس للبروتون، ماشي؟ فهذه العمليه فاذا الاكتيف سايد ات فانكشنز از ان اسيد اور از ان از ا بيس او الاثنين مع بعض، يعني في عندي انا تو امينو اسيد ريزيدوز اللي ممكن تعمل لي دونيشن واكسبتنس للبروتون. فعشان هيك احنا بنشوف بالاكتيف سايتس امينو اسيد ريزيدوز زي الهيستيدين اللي مهم بالفيزيولوجيكال بي اتش، انه يعمل لي اي رياكشن على الفيزيولوجيكال بي اتش. ممكن في عندنا سيرين زي ما هو موجود عندنا هون بالكايموتريبسين، السيرين موجود بالاكتيف سايت، it functions as an acid وبيعطيها لأمينو أسيد تاني it functions as a base. عشان إيش؟ عشان نكسر البيبتايد بوند اللي بالبيبتايد. فهذا اللي بنتكلم عنه إنه acid base reaction. وعندنا covalent catalysis. هون الأكتيف سايت راح يعمل covalent bond مع groups لأي مولكيول بالسبستريت. مثلا ممكن يكون بيبتايد، بنكسر احنا البيبتايد بوند اللي موجود هون، فايش بيعمل الانزيم؟
بيبدأ يقوم بيضحك على البيبتايد، بيحكي له خلينا نعمل هيك صداقة بينه وبينك ونمسك ايدين بعض. فبيجي على الامينو جروب بقول له بتعرف خلينا نشبك ايدينا بايدين بعض بدل ما اشبك مع الاكسجين، زهقت منه انا طول حياتي قاعد معاه. فبتصير في الكوفيننت بوند بين النيتروجين مع الاكسجين، وبفلت الاكسجين هذا بوقع هيك. طيب وبعدين ال 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 الجروب بتقول للامينو جروب ضحكت عليكي بديش اشبك معك اني مور، برجع مره ثانيه للباند الاصليه اللي هو كان عاملها ماشي، وبفلت النيتروجين. بس المحصله النهائيه ايش هي؟ ان هو كسر الباند بين النيتروجين مع الاكسجين. لاحظوا انه بالاكتف سايت ممكن يكون عندي ميتال زي الزنك ماشي. هذه الايديا تبعت الكوفيننت كاتاليسيس، وهذه هي اللي بستخدمها الامينو اسيدز اللي حكيت عنها من شوي اللي هي التريبسين والكاميتريبسين والالاستيز. فلاحظوا انه الانزيم زي الكاميتريبسين شو بيعمل؟ بيستخدم هاي الاستراتيجيه وبيستخدم الاستراتيجيه الثانيه اللي هي الاسيد بيس بنفس الوقت. طيب فهو ممكن يستخدم اكثر من استراتيجيه.